عليكم. طبعا قناة المتقاعدين قناة كلش حلوة وجميلة ولطيفة وتختص بالجانب الثقافي، وندعو الكل الموجودين ان يشاركون بهاي القناة الرائعة ونتحالف في المتقاعدين. طبعا مظلومين هم وما حد يساندهم يعني للأسف. السلام عليكم. طبعا قناة المتقاعدين قناة كلش حلوة وجميلة ولطيفة وتختص بالجانب الثقافي، وندعو الكل الموجودين ان يشاركون بهاي القناة الرائعة ونتحالف في المتقاعدين. طبعا مظلومين هم وما حد يساندهم يعني للأسف. انا جيت المشروع صار لي 5 أشهر انتظر السوداني. السوداني وعدوني جماعة على التواصل الاجتماعي، قالوا تعالوا احنا نوصلك هذا المشروع وهذا. قلت لي اريد السوداني عرضه، قالوا ايه تعال وكذا. وجيت يوم اللي جيت واحد يذبني على واحد، واحد على مستشار، مستشار ايه تعال علمني وانطيني المشروع شنو هو هاي شلون شغله. يا بريد الجزمة، قالوا ولا تريد السوداني؟ قلت ايه. قال شو تريد منه؟ قلت ما اريد منه شيء، تنطيني المشروع هو اختصاصه زراعي وانا انطيك 20 مليار دولار 24 مليار دولار ها، والخسائر صفر. ما بي خسائر. زيتون، الزيتون يقعد 1000 سنة، الزيتون يقعد 1000 سنة وينتج وينطيك شجرة معمرة. ها؟ الأشجار المعمرة. إي 1000 سنة. وثانيا أنطيك وأجيب لك الزيتون هسا اكو مستشارين التقوا وياي. المستشارين التقوا وياي، سرقوا الشغلة وراحوا إذا يسوون 5 مليون، أنا قلت لهم 100 مليون شجرة أسوي. فالآن أسوي لكم أعلاف، أسوي لكم أزيد لكم الحلال بالمئات الملايين. يعني من أجيب لك اختصاص، أنا اختصاص أسوي لك ثروة حيوانية. يعني أسألك سؤال، قلت لهم بيش اللحم؟ هم المستشارين رئيس وزراء، أتحدى تليفوناتهم عندي. أنا من العراق كله، من الشمال، من زاخول، الفا، وأنا كل العراق محافظة إنساه. شايف شلون؟ يلا اعتبرني من هناك، من انا من الكويت. شايف شلون؟ كويت ناصرية. اسال سؤال، فقلت لهم انا اسوي لكم اللحم بيت، قالوا ب 20,000. مو انا ما اعرف بالعراق من زمان انا برا. فقلت لهم انا اسويه ب5، قالوا شلون؟ قلت هسه انتم كله شلون؟ تريد تتعلمها وما تسوي شيء، تريد تنقلها لواحد ثاني؟ هسه راوني هذا اختصاص دولة رئيس الوزراء وانا معلق عليه بالمكان وزير تجاره. قلت هذا الرجل راح يصير رئيس وزراء ها، وانا اريد اشتغل وياه في العراق. هم ما يريدون. اكو وكيل وزير يقول لي هسه اريد ناكل انا وياك، انا منين اجيب لك؟ فهاي الثروه الحيوانيه اسوي لكم مبقس. طبعا العجل بالبيرو، انا رحت البيرو غواتيمالا امريكا اللاتينيه جنوب شرق اسيا وين ما تريد زين. فقلت لهم اسويه ب5. شايف شلون؟ لانه العجل بيش العجل هنا؟ العجل بيش؟ ب20 ورقة. ليش؟ لان العلف غالي. الغنم بيش؟ مثلا ببرختين 300,000، لان العلف غالي. شايف شلون؟ العلف غالي. اذا سويت لك الاعلاف اسوي لك الزيتون من طربيل الحدود السورية، الحدود الأردنية إلى 140-150 كيلو نزول على بغداد، بعدين اروح للفرات، اتجه للفرات حتى ما يسحب من فرات. طاقه شمسيه انا مريد من الدوله، انا اجيب شركه طاقه الواح تنطيك 3 باج. شايف شو؟ واذا ما الدوله ودوا لها عمود 3 باج عليهم شيء الدوله. هذا الزيتون بعد ما نعصره اكو بيه نفايات الضل، مو القشره، نسويها صابونه، انطيك 10 مليار او مليار صابونه، هو الشعب العراقي ما بيه 40 مليون. انطيك مليار صابونه ترقي سعر الوحده 10,000، موجود بالسوق، مصنع وطبخه وكذا ونكبسه ويا هذا ورق الغاب. هسه ما اسوي انا مصنع صابون، اسويك الواح، اسويك يا ضغطه واسويه مكعبات، ابيع على اوروبا، ابيع على روسيا للتدفئه بدل الفحم. ما بي كربون، ما بي كيما، وغالي عم يربح. يعني نفايات الذبح تصير فلوس. ازرع لك انا اعطيك. يعني المشكله هسه هم تطرح، وطرحت مليون مره شغله. يعني عذبونا مستشارين رئيس الوزراء، مستشارين رئيس الوزراء. اشغل لك 300,000 عائله يا دوله الرئيس، 300,000 عائله اشغل لك انا اذا مو اكثر. هم
شايف شلون؟ جماعتك مستشارين حراميه اذا وصلوا لك هاي مال فكره الزيتون صار لي 5 أشهر افترن بيناتهم وصلوا لك اياها؟ انا مو هيك وصلتها طريقه الى ترى يخسروك مو كل زيتون ينزلح. شرحت لهم التفاصيل؟ ها؟ شرحت لهم التفاصيل؟ ايه شرحت التفاصيل بس ما كتبتها لهم قالوا اكتب لنا اياها. اكو مستشارين هاي تليفوناتهم عندي وكلهم كذابين. يعني انا كنت احب هذا رئيس الوزراء يعني قمت اكرهه هسه. انا اكره بلدي هسه من وراهم. هم محطوطين انه يكرهون المواطن بلده. هم محطوطين ما خلوك قابله ولا قابله ولا ما خلوني لا قابله ولا مواعيد كذب. يعني هو صار يعني صار طنطل يعني صار ما قاعد يقابل المواطنين بس ما يخلوك انت عندك فكره يوصلوها هم. يسرقوها؟ ايه طبعا يسرقوها. اقول له دوره الرئيسيه اذا وصلك شغله الزيتون والفلاحه قلت له ترى انا صاحب اجهزه 5 أشهر قاعد بالفنادق عيب تحط هيك ناس يعني لا تفكر يعني كلهم عيال. واحد يقول لي انطيني اياها وروح انت سافر للخارج انا انطيها رئيس الوزراء يعني اسبه هسه هو وتخليني كفرت انا كفرت اكفر من العراق. انا عندي العراق الجاذبيه للكره اكبر من الكره الارضيه هو الجاذبيه. قمت اكره الجاذبيه انا من ورا المستشارين من رئيس الوزراء. انا اراوي شلون اكره بلدي راح اسافر واراوي شلون اكره من ورا المستشارين. لا يعني راح يندم يعني يزعل مني 40 مليون عراقي وانا ازعل. انا ما اريد اسويها لكن انت اسويها من الاداريه مو مستشارين. عنده 600 وكسر مستشار 600 وكسر مستشار وبلاش قاعدين اكو بيهم بدون راتب. مستشار لشؤون الزراعه التقيت فيه؟ ايه بهذا يم قهوه الفنجان. مو عصابه يقول انا دكتور انا زراعي انا المستشار ما هو هو يريد مستشار هو يريد مستشار بالزراعه ما هو اختصاصه زراعي. على واش انت مستشار؟ يقول انطينا الفكره وروح. يم الفنجان بالهذا شو اسمه؟ ايه وين مقعد؟ ها؟ هي هاي مال دجله والفرات ما شو اسمها؟ مقره حاط له ديوان وحاط له بيع جماعه بس شاي وكذب واحنا مستشارين، هذا مستشار السياسه كم واحد انتم؟ انا قال لي نائب اسمه عامر عبد الجبار، هذا رجل محترم عامر رقم واحد الحزام هذا يسوى كل النواب. كل النواب كذابين. ايه شايف؟ فهذا يعني مشكلة. بعدين عندي موضوع بس ما أريد أقوله على الهواء. عندي موضوع أحسن مثلا بعشر أضعاف. السوداني إذا يجيني يلاقيني مو يحب على إيدي مو على رأسي أنطيه إياه. عندي ملف عندي تخليني نحكي بيه شنو هو. يقول لي إيه أنا عندي ملف يهم العراق كله. ما أريد أقوله. ملف مصوره عندي بالتليفون وعندي ملف ضامه ضمته بالكود تحت الاطراف صار 20 سنه. ما نريد نحكي. انا اشكركم. شوف يعني المستشارين الحقيقه يريدون الشغله الهم. صراحه هذا الرجل متحمس. السلام عليكم. طبعا قناه المتقاعدين قناه كلش حلوه وجميله ولطيفه وتختص بالجانب الثقافي وندعو الكل الموجودين ان يشاركون بهاي القناه الرائعه ونتحالف ويا المتقاعدين طبعا مظلومين هم وما حد يساندهم يعني للاسف.